شرودر وجوران راح يستعينان بدكة البدلاء. كرة بتعود الآن وليد أزارو. أزارو يا عيني أزارو، يا السلام يا أزارو. أزارو يسجل والبركان يمتاب عن طريق الأسد المغربي. الأسد المغربي وليد أزارو يسجل ثالث أهدافه في هذا الموسم وأول أهدافه في هذا اللقاء. وليد أزارو يزور الشباك ويسجل في شوط المباراة الأول. ووليد أزارو أول هدف سجله منذ التحاقه بنادي عجمان كان في مرمى النصر. نعم كان في مرمى النصر، لذلك الآن يعود ويتذكر أول أهدافه ويسجل في شوط المباراة الأول في هذا اللقاء. تمريرة وصلت من سيلفا إلى وليد أزارو، ووليد أزارو يعرف الطريق جيدا. وليد أزارو يعرف طريق الشباك جيدا، لذلك وضع الكرة في شباك عبد الله التميمي. واحد لشيء، أخيرا تحركت الشباك وتغيرت النتيجة، والبركان يظهر الآن ويسجل هدف الأول عن طريق نجمه الأول اللاعب وليد أزارو. دقائق المتبقية في شوط المباراة الأول، كرة منقولة الآن، محاولة توري 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 وليتكفل بكل شيء. نعم تكفل بكل شيء، توريم يسجل الآن هدف التعادل في التوقيت المناسب بالنسبة للعميد. العميد يعود من جديد في شوط المباراة الأول. اللاعب اللي دخل أساسي في هذا اللقاء عبد الله توريم اللي تكفل بكل شيء في اللقطة الماضية. شوف الكرة والسقوط من اللاعب التونسي فرج، والفرج وصل للنصراوية. الفرج وصل للنصراوية من عبد الله توري، وضعها بالشباك، سجل هدف التعادل. أعاد العميد النصراوي إلى اللقاء، أعاد النصر مرة أخرى إلى اللقاء بهدف التعادل في توقيت يعتبر رائع للمدرب شرودر. والعميد يسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول. أصبحت النتيجة الآن 1-1 1-1. تكفل بكل شيء اللاعب عبد الله توريم، هو اللي أبعد، هو اللي خلص الكرة. هدفين، كرة منقولة من عثمان بوسعيد. بوسعيد راوغ فيها عثمان، عثمان لعيبي عثمان بالراس، يا عيني يا علي، علي مبخوت يدون اهدافه. علي الاسطورة يصل الى هدف رقم 220، سجل واحتفل، والموج عالي باوامر من مبخوت. الموج عالي باوامر من مبخوت. النصراوي يضرب بقوة في شوط المباراة الثاني. علي مبخوت سجل واحتفل بثاني اهدافه في هذا الموسم، وصل الى هدفه رقم 220. يا لها من ارقام كبيره يسجلها الاسطوره علي مبخوت. ثاني اهدافه، ثاني اهدافه، لكن هذا 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 عثمان بوسعيد، هذا عثمان بوسعيد، الصفقه الاجمل الاروع بالنسبه لنادي النصر في هذا الموسم. عثمان بوسعيد، عثمان بوسعيد من يرسم السعاده بكره عرضيه مثاليه حريريه وصلت الى علي، وعلي مبخوت يعرف اين يتمركز وكيف يضع هذه الكرة في الشباك، لذلك يسجل الآن هدف التقدم والريمونتادا النصراوية في شباك نادي عجمان في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. أصبحت النتيجة الآن 2-1. طويلة في الأمام، محاولة خطيرة بالراس، تسديدة، يا سلام، الأمور فتحت لعلي مبخوت، يسجل الآن هدف ثاني لمصلحته وهدف ثالث للعميد النصراوي. العميد يعود مرة أخرى، عنيد يضرب بيد من حديد. النصراوي الصغير سعيد الآن بهدف ثالث. نصراوي موسى داي لعب الكرة العرضية، وعلي مبخوت
يسجل الآن ثالث أهدافه ويصل إلى 221 221 هدف. هذه الكرة هنا المحاولة التي انطلقت من ليما لعبها طويلة لموسى سانداي اللي هرب خلف المدافعين، العرضية اللي كانت رائعة والمتابعة كانت جميلة أيضا من اللاعب علي ممحوت اللي يسجل الآن الأسطورة هدف رقم 221. يعني من أرقام يكسرها ويحطمها ويصعبها على كل القادمين، الأجيال القادمة الآن اللي يتابعون هذه المباراة والأسماء الصغيرة من يتواجد في هذا المركز اللي يتواجد في علي ممخوت، ويشوف بأن علي ممخوت يصل إلى 221 هدف.